بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله بنتكلم على كيفيه صيانه ماكينه لحام بالكوس الكهربائي، صيانه بسيطه. اول حاجه طبعا بنبتدي نعمل تنظيف، مسح خفيف على الاجناب وعلى الوجه. بعد كده بتأكد ان مخارج الكابلات في مكانها وسليمة. شد شوية، شد ده نقفل عليه بالبكرة. ايوه. بعد كده المفروض اذا كان في فيوز هنا بطمئن، هنا طبعا ما عنديش الا لمبة بيان، فببتدي احنا طبعا جهزنا الماكينة وفتحنا المسامير عشان ابتدي اعمل لها صيانة من الداخل. افتح. طبعا زي ما احنا شايفين من الركنة بيبقى فيه مهما كان الغطاء اللي بتحط على الماكينة بيبقى فيه بردك أبربة موجودة. يبقى بداية قبل ما بشغل الدورة اول حاجة بحاول ان انا اعمل صيانة بسيطة، بنظف الماكينة من الخارج ثم من الداخل بنظفها بواسطة البلاور. ابتدي انظف الغيط بواسطة الرب. بعد كده ابتدي انظف، بنظف القالب الحديدي والملفات من اعلى. نقعد شوية، نقعد شوية عشان نهدي مستوى التراب. طبعا فرق بقى واضح دلوقتي مجرد ما أزلنا التراب عنها. نبتدي برضك نزيل التراب الموجود على المروحة. وعلى ريش المروحة، التراب الموجود على ريش المروحة. وطبعا تزيل التراب الموجود أسفل الماكينة على القاع. تمام. بعد كده طبعا هقفل الغطاء. طبعا المنظر اختلف، الماكينه بقت في منتهى النظافه وجاهزه للعمل، ودي صيانه بسيطه بتتعمل ليها المفروض كل فتره. اقفل الغطاء. هنا عندي هاتلي اليد دي، هات يد واحده، هاتلي اليد دي التانية احسن. تعالى تعالى اليد دي، يد الماكينة المفروض انا محتاج استعدلها. حطها، افتح افتح الملزمة. ايوه. ابتدي اقفل الملزمة عليها. بقفل الملزمة عليها عشان اعمل لها عملية فرد. بفردها. ايوه ايوه كمان. تمام. بعد كده افتح. هبقى عايز اساوي الجزء ده، الجزء ده مجرد ان انا لا مش هقفل عليه، انا هاخد بس كده هفتح شويه، افتح كمان. خلاص خلاص ابتدى طبعا الشكل، ظبط فيه شويه كمان. اقفل عليها تاني. ايوه. تمام كده يبقى انا عملت استعدال ليد الماكينة، ودي من ضمن الصيانة. هنبتدي نركب اليد في مكانها
بعد تجميع المسامير فيها، وإن شاء الله إلى لقاء في حدث آخر.